كده. حنا كنعانيو من مشكل ديال الضوء من 2011 حنا متبعين هاد النيه، ولا في اخر نهايه كنقول لنا نوعد الخاويه، هاد المره 4 شهور، مره 6 شهور، هاد المره اخر مره طلقنا عم قلنا 4 شهور، هذا في شهر 4 قلنا حنا شهر 7 تعطى المارشين المقاول قال لك راه كاين العطاب وكاين الاخر الثاني، خلصنا بان عندهم 400 مليون ديال الكريدي عند الجماعه، شكون يخلص الضمانه؟ شنو الجماعه؟ حنا بغينا جماعه سميت شنو من جماعه؟ جماعه بوعلي، حنا بغينا الصوت ديالنا وصل سيدنا، الله ينصر سيدنا، حنا جينا باش نشكيو لسيدنا باش يوصل الصوت ديال سيدنا، الله ينصر سيدنا. الدوار كاين شي 4 دوار ولا اكثر، الساكنه ما نقول لك الدوار تعرف شحال فيه ديال السكر وشحال فيه ديال، فيه بزاف ديال الناس باقيين بلا دور، كيشعلوا لنا الشمعه كيشعلوا كيخدموا الطاقه ما شحال خصك باش تخدم الطاقه، شحال خصك باش تخدم بزاف على عباد الله، كاين اللي غالي اللي ما يقدر حتى يبقى براسو بالشمع، ما بقاش عاد نتسينو، ما بقيناش بغينا وعود كذبه، تكون وعود تطبق على ارض الواقع، والمعاناه شتي اسميتو الدراري الصغار تخيل دابا بالشمع فهمتي ولا لا؟ تيجيو في الظلام من المدرسه تيكون عندي واجب منزلي ما تيجيوش، علاش؟ كاين مشكل ديال الضوء،